السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في جرين واي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نبات جميل جدا وشكله معروف، بنشوفه كتير في البيوت والمكاتب. هو نبات الشفليرة، بتنجح زراعته داخليا وخارجيا، نبات دائم الخضرة وسهل العناية. أصل النبات من أستراليا وجزر المحيط الهادئ، وممكن يصل لارتفاعات 3 متر مثلا أو أكتر. زي ما احنا شايفين، أدي شكل الأوراق ولون الورقة. في أنواع لون الورقة بيكون أخضر بحواف صفراء، وفي نوع تاني بيكون لون الورقة أخضر فقط. الأوراق مركبة مروحية من 7 ل 16 ورقة في المجموعة الواحدة. تعالوا بقى نشوف دلوقتي طرق العناية. بالنسبة للإضاءة، بيحتاج إلى ضوء ساطع مرشح بعيد عن أشعة الشمس المباشرة، طبعا تجنبا لاحتراق الأوراق، لأنه أساسا نبات داخلي. لو أنا هزرعه داخل المنزل، فبحط النبات بجانب شباك مساحته كافية لإضاءة وتهوية جيدة. أما في الحديقة، بختار مكان مضيء بعيد عن أشعة الشمس المباشرة. بالنسبة للتربة، بيحتاج إلى تربة جيدة الصرف ومسمية. أفضل أنواع خلطات التربة للشفليرة هي البيتموس مع البيرلايت. التربة غير جيدة الصرف بيكون ضررها زي ضرر الري المفرط بالظبط، بتؤدي لأمراض فطرية وتعفن للجذور وإصفرار للأوراق. بالنسبة للري، بيحتاج إلى الري المعتدل. بسيب التربة تنشف في حدود عمق من 2 ل 3 سم من سطح التربة، وبعد كده أسقي. لازم أسيب التربة تجف شوية ما بين كل راية والتانية. الري المفرط بيؤدي إلى إصفرار أوراق وأمراض فطرية، والجفاف والعطش الشديد بيؤدي إلى ذبول الأوراق، وبحصل على أوراق يابسة وناشفة وبتتساقط. درجة الحرارة المناسبة، هو نبات لا يحب الجو البارد والصقيع، يعني درجة الحرارة ما تقلش عن 13 درجة مئوية شتاء. الدرجة المناسبة للنمو بتكون من 18 ل 27 درجة مئوية، وببعده عن التيارات الهوائية الساخنة أو التيارات الهوائية الباردة. بالنسبة للتسميد، بيتسمد بـ NPK مرة شهريا من بداية الربيع حتى نهاية الصيف. ممكن إن أنا أضيف كمان سماد عضوي زي الكومبوست أو السماد البلدي، أو المختلط ما بين البلدي والنباتي شتاء. كمان بغير وعاء النبات مرة سنويا في الربيع، بنقله لوعاء أكبر علشان حرية امتداد الجذور ويديني ارتفاعات والنبات ينمو نمو جيد. بالنسبة للإقطار، بيتم بباقي العقل الطرفية. بقص العقلة بطول من 10 ل 15 سنتي. باخد سمك العقلة زي سمك القلم الرصاص كده، وبشيل الأوراق اللي عليها ما عدا أوراق القمة النامية، وبعد كده يا إما بغرسها مباشرة في التربة واحافظ على الرطوبه باستمرار، او ان انا اجزر العقله، يعني اعملها تجزير اولا في الماء، وبعد ظهور الجذور بنقلها للتربه مباشره. طبعا التربه يفضل تكون تربه بيتموس مع الحفاظ برضو على الرطوبه باستمرار. افضل وقت للاقطار بيكون في فصل الربيع او الخريف. نصيحه مهمه، ان انا دايما احافظ على نظافه الاوراق، بمسحها بقطعه قماش ناعمه رطبه عشان اشيل الاتربه واخلي نباتي يتنفس كويس، وبيفضل الكلام ده يكون مره كل اسبوعين. كمان ارش النبات ببخاخ باستمرار في الصيف عشان احافظ على الرطوبه. اتمنى تكون حلقه النهارده مفيده وعجبتكم. اذا عجبتكم الحلقه، ادعمونا بلايك وشير وسبسكرايب. نشوف الحلقه الجايه ان شاء الله، في امان الله.